محلات ودكاكين تحولت الى الى بنوك فيما بعد محلات ودكاكين استطاعت ان تهرب مليارات الدولارات وان توجد بيئه مناسبه والتحويلات مع المصرف الشرق الاوسط لخمس شركات وهميه موجوده في دوله خليجيه وعندما تتعقب اثرها على الانترنت ما تلقي لها مواقع كيف نمت بهذا الشكل وتحولت الى مافيات حيتان بالعراق وبالمنطقه من دكان إلى حوت إلى مافيا من ساهم في نموها هذا صاحب الدكان كشخص مستحيل يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال لوحده إذا ما يشوف بيئة مناسبة وما يشوف دعم يعني خلينا نكون واقعين يعني كيف راح يتحول إلى يتحولون إلى حيتان إذا لم يستطيعوا أو لم يكن هناك جهات داعمة لهم يعني هذه المشكلة الكبيرة، والمشكلة أنه خلال سنوات حقيقة أُعطيت له أُعطي لهم هذا المجال، يعني حتى الفيدرالي الأمريكي كان يستطيع أن يوقفهم من الأول لكن أنطاهم المجال لفترة. يعني حتى الاشكال هنا ليش هالفتره عندنا كثير من المؤسسات ما قامت بعملها مثلا مثل غسيل الاموال وغير ذلك يعني ما قاموا بعملهم بشكل جيد بشكل يتابعون هذه الاموال وين راحت الى ان وصلنا الى مرحله أنه هذا أثر علينا بشكل كبير أثر على سعر الصرف أثر على الدولار أثر على بالتالي طبعا راح يأثر على الناس معيشه الناس غلاء المعيشه هذه كلها هذه الامور كلها تتحملها القوى السياسيه التي اعطت مجال لا. للفاسدين بالتوغل داخل الدوله العراقيه في كل مفاصلها ماكو سياسي يطلع ما يحجي يقول الفساد ينخر الدوله العراقيه طيب ما دام احنا كلتنا متفقين انه الفساد ينخر الدوله العراقيه من وقفه لماذا لا يتم ايقاف هذا الفساد اللي ينخر الدوله العراقيه اذا طيب ضلينا فقط فيان نتكلم بدون ان نجد الحلول دكتور فيان القصه في مزاد العمله وقصه الفواتير المزوره وخصوصا لمصارف غلام يقال أن الفواتير التي جاءت اولا لا تتناسب مع حجم المبالغ التي أخرجت والفواتير اللي موجوده فواتير مزوره انتم عندما حققتم بهذا الملف طلبتم الفواتير المزوره من البنك المركزي وتاكدتم انه هذه الفواتير مزوره وهل البنك المركزي يعطيكم اياها فعلا؟ احنا لحد الان في طور التحقيق استاذ نجم، احنا جبنا المصارف المعاقبه كلها وتكلمنا معاهم. آه، الآن احنا في طور جمع هذه المعلومات لان كثير من المصارف المعاقبه تقول انه أنا ما عندي ذنب اني كل اموري اوكي وماشيه تمام لكن تمت معاقبتي واكو مصارف اخرى لا استحوذت على كل شيء وقامت بال خلينا نقول بالسرقه و يعني اخرجت اموالها خارج العراق احنا لازلنا في طور التحقق من هذا الملف هو ملف كبير على فكرة يعني إحنا عندما نتحدث عن 32 مصرف تمت معاقبته من قبل الفيدرالي الامريكي وتم حجب يعني هم مو كلهم معاقبين 14 معاقب وكو البقيه لا يستطيعون القيام بهذا التبادل المصرفي هذا ملف كبير جدا ملف به آه يعني حيتان كبيرة مسيطرة على آه القطاع المصرفي يعني هذا الشيء آه الكل يعرفه لهذا لا يجب أن آه يعني نتوقف دقة في المعلومات اللي تصلنا بالنسبة للبنك المركزي نعم إذا نطلب أي فواتير نطلب منها أي كتاب نطلب منهم هم يزودون بها حتى لو كانت هذه الفواتير مزورة على فكرة هو ماكو شيء اسمه فاتورة مزورة هو الفاتورة وهمية. هي هي مزورة صح لكن قانونيا نشوفها هي وهمية نعم إنه هو مشتري خلينا نقول جهة أجهزة أو معدات أو مواد أو طبعا خلينا نكون صريحين كمية الاسمنت والجرانيت والكاشي والما شنو اللي داخل العراق تبني ثلاث بلدان مثل العراق هذه الفواتير كلها وهمية يعني انه أنا دخلت كذا طن من الاسمنت وكذا طن من الحديد وكذا طن من هذه كلها فواتير مزورة يعني احنا قدرنا نحصل على بعض منها واحنا لازلنا في طور التحقق في, في هذه الأمور